والله يا خالد السنة الماضية أنا ما انبسطت بالسهرة أبدا. لك إيه بقى شفت شو صار؟ عجقة وخناق وعياط وعالم وأمم. إيه بس السنة الحقيقة أنا عم فكر بتاج العروس. والله عم بيقولوا لي شغلة مرتبة ونظيفة. بعدين البرنامج يعني عم بيقولوا إنه الأجنبي والعربي منيح. إيه وعلى فكرة مو كتير غالي ها. شو رأيك؟ ايه بنشوف الشباب بنسأله وبعدين هن بيقرروا. اصبح وينك؟ انت بتحكي مع غسان واسامة وحسين وابو علي. ايه وانا جهاد وطارق والبقايا. ماشي ماشي خبرني شو بصير معك اللي كم واحد مشان نحجز يعني. اهلين اهلين خالد يلا مع السلامة. الو اهلين جهاد ابن حلال والله هلا كنت قايم جيب رقمك اخي حكيت هلا مع خالي واتفقنا مشان سهرة راس السنة شو رايك بتاج العروس لا 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 ما بدنا نروح ما بدنا نروح هذيك الارنه لك اخي ما بدنا ما انبسطنا هذيك السنه ايه بلغ جماعتك انت لا خلاص مو غالي يا حرق اخت العجولة اللي عم تفكر فيهن لك اخي خلص مو غالي ايه ايه ماشي خلاص اهلين جهاد خلاص بلغن وانا برجع بحكي معك شوف مين ثبت ومين ما ثبت اهلين جهاد مع السلامة اهلين ايه يوسف طمني شو اتفقتوا مشان السهرة غالبا بتاج العروس بلا طيب والولاد شو بدنا نساوي فيهم شو بدنا نساوي فيهم يعني يا منبعتهم لعند امك يا امك تجي لعندهم لا يوسف ماما حرام يعني كبرت ما عادت مثل الاول نحن بناخذ لياهم احسن والله معك حق احسن وين قايم ما عم نشرب قهوه جيب لي الهاتف دقيقه كل ما ابدا